المسح مرفوضة، التطعيم مرفوض يا أخوي، تطعيم علاج تجريبي، شلون أحطه بجسمي؟ الأدوية التجريبية تاخذ 3 سنين على الأقل عشان تعتمد. فجأة طلعت كورونا، فجأة طلع اللقاح، فجأة خلاص تحصنوا. ليش؟ مربية أجيال ولي أمر شلون يقوم بهالتصرفات أو يقوم بهالتصرفات؟ تعتبر شنو أنت حق ولدك ولا بنتك لما أنت تعيش حياتك بهالطريقة؟ كل ولي أمر، كل ولي أمر موظف في مكان في الدولة، إذا كان ولي الأمر يسوي هالشكل بغض النظر شنو شريحته، أنت شنو تعطي ولدك ولا بنتك مثال؟ شنو الدرس اللي تربيهم عليه؟ شلون تنبني الدولة بهالطريقة؟ الله أعلم، لكن بغض النظر إذا القرار هذا تطوف هذا فيه أذى حق الناس. يكفي المسحة معقمة بمادة خطيرة مسرطنة. هذه شغلة، الشغلة الثانية المسحة ما تم اختراعها حق الكورونا. أغراضها أخرى، ليش تطبقها على الكورونا؟ ما ينفع هالشكل أدخل بخشمي عود منقوع بمادة سامة أكسيد الإيثيلين، ليش إن شاء الله؟ ومو مرة واحدة وخلصنا، كل أسبوع أخرب خشمي ولا حلجي، ليش؟ ليش؟ شنو اللي حادني؟ هذا قرار أنا إنسان، خلاص إحنا وصلنا المناعة المجتمعية المطلوبة، خلاص نعيش حياتنا طبيعي، ولا هذا الكلام أول والحين غير؟ أسير مع الجماعة ليش؟ القطيع يعني؟ أنا ماني من ضمن القطيع، إحنا ما إحنا قطيع، إحنا عندنا عقول، الله أعطانا عقل، أفلا يتفكرون؟ أفلا يعقلون؟ ليش؟ وين عقلي يعني علشان يقولوا لي يمين أروح يمين، شمال أروح شمال؟ عقل، أنا قد المسؤولية، الله أعطاني عقل معناها أنا قد المسؤولية. أنا ما راح أضر غيري علشان أنا أعيش حياتي مستمتع، ليش؟ أول من راح ينضر أهلي ترى يعني.